فأردت أن أقول هي النخلة فنظرت بمناسبة الجمار، الجمار شحم النخل الأبيض إذا وزيلت العسب عنها وكذا، فبمناسبة الجمار طرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، إن من الشجر شجرة مثل المسلم يعني مباركة نافعة في كل شيء، نبئوني ما هي. فخاض الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر رضي الله عنه فوقع في بالي في نفسي أنها النخلة للجمار، مناسبة الجمار، فهممت أن أقول أنها النخلة، وإذا في القوم أبو بكر وعمر فهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هي النخلة. فقال ابن عمر لأبيه إنه وقع في نفسي كذا وكذا، ولكني رأيت أنه في القوم أبو بكر وأنت فهبت. قال لو كنت تحدثت أحب إلي من كذا وكذا، لما في ذلك من الدلالة على فقهه، فقه ابن عمر رضي الله عنه. ومثل ما سبق أنهم ما تكلموا لعدم المناسب، ولا لو اقتضت الحال الكلام لتكلموا بما علموا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويجوز تأخير البيان لوقت الحاجة، وإذا أخر البيان عن وقت الحاجة من غير عذر فإن يكون هذا من كتمان العلم. ولذا لو رأيت المنكر من ترك الواجب أو فعل المخالفة وغلب على ظنك أنه لا يتحقق المقصود، لا يفعل المتروك أو لا تترك المخالفة، فأقل أحوالك تبين السنة في هذا الشيء حتى تحفظ وينتشر العلم. ما تكتب، لا تغير بيدك لكن غير بلسانك، في صحيح البخاري كذا، في صحيح مسلم كذا، في كذا كذا، أفتى أهل العلم بكذا كذا كذا بشأن هذه مثلا، لأن هذا من بيان العلم وإشاعة السنة وإبطال الباطل بالحجة الدامغة. بارك الله فيك.